أولا غادي نبداو ب شنو هي المدرسة الوترية أو ما هو إرث في المغرب. فملي نرجعوا لهاد النوطة تلقاو نوطة سوسية تاش لحيت. أشكي دوا أشكي دوا السلام عليك دلن السلام عليك دلن. دي أمثلة نقولوا أنا هوا هوا أخويا المهجر وصبر وكبر ياك الهجرة الدوز ويدوزو محاين هذا اللون المرساوي تنقولوا اللون الأمازيغي. أتى والله أمشو فيخ ما ينخ وقاوا وواد أرتجاج وقتا ينوسا أمو مضين دا وردات ودا وواوا ألا يقاني غمسات. إذن هادو مقاطيع من تراث البلاد. إلا جينا نقولوا ديرا دي 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 وعدل عدل ذاك اللي يقول تنقولوا ها الملحون وعلى حالنا غربت الشمس وعلى صورنا حطوا غربة الملحون اللي ترجع الاقتباس ديال الاخوان ديالي جيل جلاله فيها الشمعه ومن غير. اذا هاد التراث هذا اللي هو تنهضروا عليه هادو مدارس غير نمط بسيط. اما الا بغينا نرجعوا لما هو الاقتباس من فنون في العالم كله تنقولوا سهرة اللي وحدي للمرحومة ام كلثوم ياللي رضاك اوهام والسود فيك احلم حتى القفا محروم من مديرك بالاغنية الامازيغية ايناسي ناس خليني ميري ميري خلاسي خزمن والنوري وفين او النوري وفين ما غس شو النادي توفين نادي دو حنيني ميري خداسي خزمن العزف ولو بيدو حدا كي نديرو احنا في اطار البحث نتمنوا هاد الناس اللي جايين من شباب كل الامور الاكاديميه باش يبرع شي شباب ولدي يكون كان معهد خصني ندخلو يدخل الموسيقى يدخل يتبرع بالمواسخ اللي شال. احنا درنا اللي علينا القاعده وهادو غادي يكملوا ان شاء الله. Thank you.
الغرب تقدم الغرب تقدم والشرق مازال عجزان. يا ربي عاونا ربي عاونا تقاد الميزان تقاد الميزان. والغرب تقدم الغرب تقدم والشرق مازال عجزان. يا ربي عاونا عاونا تقاد الميزان تقاد الميزان. فلسطيني خبز فلسطيني خبز أتوي ناسي ودر ويقلوا الإزر يا 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 ياش أي عدا ومزير. مت الزمان يتسين دا الزمان غدن غسد روح امطي ألقذا يجي الحق أم حزن ويبدا جالي خبز أقول أود فيه ما جيت زنيس مت الزمان ألقذا. Thank you.